بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، شركاء الخدمات الطبية الملكية بالانفتاح على المجتمع المحلي بكل مصداقية وشفافية، أهلا بكم في النسخة 10 من المؤتمر الدولي للخدمات الطبية الملكية رائدة الرعاية الصحية ضمن تحديات متعددة تستوجب المزيد من الاستعداد وتوفيرها على أعلى مستوى ممكن برعاية ورؤية القيادة الهاشمية المظفرة والدعم المتواصل من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. يقام المؤتمر الدولي للخدمات الطبية الملكية تحت الرعاية الملكية السامية مرة كل عامين منذ عام 1996، ويعتبر من أكبر المؤتمرات الطبية على مستوى الإقليم بمشاركة أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة، ووجود مدراء خدمات طبية وممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والمدنية في هذه الدول. وجاءت النسخة 10 تحمل إضافة واضحة في نوعية الأداء وتأثيره على مختلف الشرائح في المجتمع، حيث أن عدد المحاضرات سيتجاوز 450 محاضرة من مختلف القطاعات بجلسات علمية تجاوزت 100 جلسة، وندوات علمية متخصصة في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم والأمراض العصبية وأحدث ما توصل عليه العلم في مجال التخصصات الطبية التالية: الجراحة العامة، الباطنية، العيون، النسائية، الأذنية، الأطفال، العظام، الأشعة، الأسنان، العلوم الإخبارية، طب الأسرة والطوارئ، طب الميدان، التمريض والمهن الطبية المساندة، الصيدلة والجودة، وأساليب التعقيم الحديث لتخفيف الجدوى داخل المستشفيات. وما يمكن في هذا المؤتمر وما يميزه نقطة مضيئة في عالم التعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى العدد الهائل من المتحدثين والذي وصل إلى أكثر من 200 متحدث، منهم 85 متحدث دولي، وستقام ورشات علمية جراحية وطبية وعددها أكثر من 50 ورشة تعالج وتناقش وتقدم النصيحة ل 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية، مما سيقلل الكلف المالية في حال إرسالها للعلاج الخارج، وتوفر فرصة ذهبية للتعليم والتدريب لمرتباتنا إما بشكل مباشر أو بالنقل التلفزيوني الحي عادي الجودة، علما بأن هذه الورشات متاحة لكل من هو مهتم في المجتمع الصحي الأردني. يقام خلال المؤتمر المعرض الصحي الأردني جوهكس للشركات الطبية على مساحة واسعة للإطلاع على ما أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، ويشتمل المعرض الصحي على أهم المعدات والأجهزة الطبية المتطورة والجديدة في عالم التقنيات الطبية لشركات محلية وعالمية طبية. ويعتبر هذا المعرض فرصة حقيقية لهذه الشركات بتنشيط الجانب التسويقي لمنتجاتها وإظهار التطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده الساحة الطبية العالمية، بالإضافة إلى تواجد شركات غير طبية قامت بدعم المؤتمر. وسيقام تمرين عسكري على هامش المؤتمر نعرض من خلاله للمشاركين ولأعضاء الوفود وممثلي وسائل الإعلام من مختلف الدول التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية في مختلف الجوانب، ولا سيما طب الميدان والطب العسكري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدث منهم 85 متحدث من خارج المملكة. كلام صحيح. ما هي الفائدة العلمية لأطباء الخدمات الطبية في هذا المؤتمر؟ الفائدة العلمية يا سيدي هي فائدة عظمى. الخدمات الطبية الملكية عندما يعني بيتم منهم خلال حضور هذه المحاضرات كلها بترتقي بمستوى الرعاية الصحية والعلم بالنسبة للأطباء جميعا، وهي جزء يعني من التنمية المستدامة لرؤية جلالة سيدنا
في التطوير والتحديث لكل أطباء الخدمات الطبية الملكية. حديثا تفضل يا أبو. يعطيك العافية. عطوفتك تحدثت أنه في 200 متحدث. نعم. ومنهم 85 أنا أمين زيادة من وكالة نبراس. 85 متحدث دولي. بس ما بالبيان وحضرتك ما حكيت لنا عدد الدول المشاركة وأسماء الدول المشاركة العربية والأجنبية بسمحنا. أنا مش حاضر عندي بس عندي اللجان أحد اللجان ممكن يحكي الأسامي الدول المشاركة ولكن عددها حوالي 33 دولة. وجه السؤال لصبابيك عشان جو من أخير ما يجل صبابيك. يعطيكم العافية. تم توجيه الدعوة سواء الحضور من المتحدثين أو وفود عسكرية لأكثر من 56 دولة مختلفة وتم تأكيد الحضور لعدد كبير من هذه الدول. شو بده أكثر من 56 دولة هذا رقم. يعطيك العافية. أعطيني الشبون. أعطيك. سيدي يعطيك العافية. الله عافية. معك علي جد الله من رادي البلد. أهلا. سيدي ماذا يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة؟ أهم المميزات. شكرا. يعني المؤتمرات السابقة قصدك في الخدمات الطبية الملكية. يعني هذا يعني المؤتمر أولا جاء بعد الجائحة، يعني بعد غياب 4 سنوات من التواليه. كان عادة كل سنتين نعمله مرة واحدة. المؤتمر هذا يتميز بأنه كل العالم حاليا معظم الوفود من جميع أنحاء العالم متقدمين بمحاضرات جديدة ومتقدمة وما توصل إليه العلم من أحدث التقنيات والعلوم الصحية. نعم. نأخذ السؤال الأخير مع الشاب الأخير هناك. أيوة عند لا أيوة شوية شباب كل واحد. يعطيك العافية. أنا محمد عاشا محمد عاشا من جريدة الرأي. سيدي هل سيكون هناك توقيع مذكرات تفاهم ما بين الخدمات الطبية الملكية والدول المشاركة مع مؤسسات طبية؟ نعم في بعض الدول راح نعمل معهم مذكرة تفاهم ونوقعها بداخل المؤتمر إن شاء الله. شيل المايك. أعطيني السؤال اللي بعده. محمد ولا محمد؟ محمد عبيد. رفعت إيدك محمد عبيد اسأل. دكتور عبيد هذه قبل التلفزيون الأردني. باشا حكيت انه في 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية. نعم. للعلاج في الخارج، ما هي الحالات المرضية المستعصية التي يتم معالجة وإجراء عمليات من الضيوف؟ ما هي الحالات المرضية المستعصية التي يصعب على الخدمات الطبية إجراؤها في الأردن ويتم إخراجها إلى الخارج؟ هذا حقيقة سؤال جيد جدا. في الخدمات الطبية الملكية العلاج فيها نوعي جدا ولكن في هناك بعض الحالات حقيقة مستعصية ولا تستطيع الخدمات الطبية الملكية بالتعامل معها وكان نعمل تحويل للخارج للتعامل معها ولكن عند إحضار الأطباء من جميع أنحاء العالم بتعاملوا مع هذه الحالات داخل المملكة وبحضور جميع الأطباء وبكون نوعية وإحنا أوعزنا لكل الأطباء بتسجيلها وتوثيقها من أجل أنها تكون في المستقبل إن شاء الله هي موثقة وللأجيال القادمة إن شاء الله. نأخذ آخر سؤالين. من حاب يسأل تفضل. أعطي المايك يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحجايا من راس الخبر. أهلا توفيق. الله يسلمك. أول شيء جهود الخدمات الطبية الملكية جهود مشكورة وتميز وللعلياء إن شاء الله. يعني أنتم في النسخة 10 ما الذي يميز أو ما الجديد في هذه النسخة عن ما قبلها؟ 2 هل ستقدم أوراق عمل مميزة من قبل الخدمات الطبية الملكية خلال هذا المؤتمر من خلال تميزها العملي خلال السنوات الفائتة وخاصة جائحة كورونا التي مررنا فيها وتجربتكم التي مر يعني التي قمتم في خلينا نقول مواجهة المرض مع كافة الجهات الدولية؟ نعم. شكرا. يا سيدي هو هذا السؤال تقريبا مرادف لنفس السؤال اللي سأله الأخ قبل شوي. هي بعد غياب 4 سنوات هناك ما تقدم من العلم ومن العمليات الجراحية
كلها راح تجتمع مرة واحدة في هذا المؤتمر إن شاء الله. وزي ما حكينا كمان في 200 حالة المستعصية راح يتم التعامل معهم في الخدمات الطبية الملكية. فكل ما هو حديث بعد غياب 4 سنوات راح يتم إن شاء الله من خلال المحاضرات اللي حكينا عنها، 450 محاضرة و 100 جلسة إن شاء الله. ناخذ أخر سؤال، من بده يسأل؟ ارفع ايدك، اللي بده يسأل يرفع ايده، وقف يرفع ايده. أعطينا الإذاعة. آخر واحد. الله يعطيكم العافية، رئيس الشبل الإذاعة الأردنية. باشا، تحدثتم عن تمرين طبي وهمي، هل سيشمل التمرين أو احتفالات التمرين في حال حدوث أزمات أو كوارث طبيعية؟ احنا عشنا أزمة كورونا ولكم باع طويل في المستشفى العسكري الميداني خصوصا في تركيا. الله يعطيكم العافية. شكرا لك، هذا سؤال مهم جدا، لأنه احنا أصلا أقمنا هذا التمرين عشان يكون تمثيل لا سمح الله كانت عندنا كارثة من نوع خاص، لأنه هي الكوارث متنوعة، ولكن هذا التمرين يخص ضربة كيماوية وله حيثياته وإخلاءه بطريقة خاصة، وهو راح يكون المثل والمحتذى إن شاء الله بالمستقبل لا سمح الله إذا حلت الكارثة.